قمنا بتوزيع تقريبا 3040 وحدة في الجزئة 13 و14. الآن بصدد كذلك ترسية 303 وحدات على الجزيرة 14. كذلك ننتظر إن شاء الله قرار ترسية 1400 وحدة في الجزر 10 و11 و12. البنية التحتية من طرق، من مجاري، صرف صحي وتصريف مياه أمطار وكهرباء ومياه تقريبا استكملناها بما فيها الزراعة على الشوارع الرئيسية وفي المسطحات الخضراء. فوضعنا الحمد لله في مدينة سلمان ماشي على قدم وساق، ونتأمل إن شاء الله أنه يعني نستكمل بناء الوحدات السكنية اللي الآن نحن بصدد ترسيتها خلال سنة ونص إلى سنتين إن شاء الله من الآن. الجسور طبعا كذلك مثل ما هو باين الرابطة ما بين هذه الجزر في مراحل متقدمة من التنفيذ، ونتأمل خلال 5 إلى 6 أشهر من الآن تكون هذه الجسور مكتملة ومفتوحة لحركة المرور إن شاء الله. طبعا احنا من فترة 3 أو 4 أشهر من أول ما شفنا الناس إنه يعني بدأوا ينتقلون إلى المدينة استكملنا إجراءات تخصيص المواقع، مواقع دور العبادة والمساجد لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. الآن هم كذلك بدورهم أظن ينسقون مع الأوقاف السنة والأوقاف الجعفرية على أساس استكمال التخطيط وتصميم إن شاء الله المساجد والجوامع، وإن شاء الله بيتم البدء فيه بأسرع ما يمكن.